تصل ولا بد للليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر تشعب يوما أراد الحياة لا بد للحق أن ينتصر ولا بد للليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر ولا بد للقيد أن ينكسر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامج الأحواز المنسية. كالمعتاد نبدأ بجملة من الأخبار فإلى العناوين. تشعب يوما أراد الحياة لا بد للحق أن ينتصر ولا بد حزب الاستقلال يحتفل باستقلال أذربيجان الذي لم يستمر سوى عام. ضعف البنية التحتية وإهمال الطرق في الأحواز تتسبب بحوادث سير. الجالية الأحوازية بلندن تقيم مراسم ذكرى لشهداء الفلاحية. المحتل يعترف بعدد سكان الأحواز الحقيقي. جيش العدل يعلن عن تبنيه لعملية سروان المحتلة. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفار فعجت بقلبي. دعا حزب استقلال أذربيجان الجنوبية في كندا أبناء الجاليات الأذربيجانية والشعوب غير الفارسية للاحتفال بذكرى استقلال أذربيجان الجنوبية التي أعلنت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية على يد الزعيم التركي الأذربيجاني بيشاوري قبل أن تعيد احتلالها الدولة الفارسية بعد عام فقط من استقلالها. شارك في الاحتفال العديد من ممثلي الأحزاب والشخصيات من أبناء الشعوب غير الفارسية، منها الجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية، عضو المنظمة الوطنية لتحرير الأحواز حزم، وألقى كلمة الوفد السيد أبو سفيان الأحوازي ممثل الجبهة في كندا، حيث جدد وقوف الجبهة إلى جانب نضال الشعوب للشعب الأذربيجاني من أجل تحقيق أهدافهم وتأسيس دولتهم المستقلة. من لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفار فعجت بقلبي دماء الشباب. قالت وكالة فارس للأنباء أن عشرة أحوازيين اثنا عشر جرحوا في حادث سير بين مدينتي توستر وكوتوند معظمهم من طلاب المدارس. وأضافت الوكالة أن الحادث حصل بعدما اصطدمت شاحنة بباص يحمل عددا من طلاب المدارس بالإضافة إلى عمال وموظفين أحوازيين. يذكر أن طريقي توستر القنيطرة وتوستر كوتوند يعتبر من أكثر الطرق دموية في السنوات الأخيرة في الأحواز المحتلة، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل سلطات الاحتلال لإصلاحها يؤدي إلى حصد أرواح المئات من الأحوازيين بشكل سنوي. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفار فعجت بقلبي دماء الشباب. أقيمت الأسبوع الماضي في مدينة لندن مراسم إحياء ذكرى شهداء الفلاحية الأربعة الذين أعدموا على يد قوات الاحتلال، وقد حضر المراسم عدد من أبناء الجالية الأحوازية، وعبر الحاضرون عن سخطهم واستنكارهم لما يقوم به النظام الإيراني في الأحواز من قتل وفساد،
كما ألقى الشاعر محمد عامر الزويدات قصائد وأهازيج في مدح الأحواز والشهداء لاقت استحسانا وتعاطفا من جانب الحضور. هذا وقد نفذ النظام الإيراني أحكام الإعدام بحق 4 من نشطاء الأحوازيين، وهم غازي عباسي وعبد الرضا أمير خنافرة وعبد الأمير مجدمي وجاسم مقدم، وكلهم من أهالي مدينة الفلاحية. قال أمين عام المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب في الدولة الفارسية محسن الأراكي أن عدد سكان شمال الأحواز الذي تطلق عليه الدولة الفارسية ضمن سياسة التفريس بخوزستان يزيد عن عدد 5 دول مجتمعة. وقال في التصريح الذي نقلته صحيفة الرأي الكويتية أن سكان شمال الأحواز فقط أكثر من عدد سكان الكويت والإمارات العربية المتحدة ودولة عمان ودولة البحرين وقطر. حول الموضوع قال السيد حبيب أسيود نائب رئيس المكتب السياسي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز، قال بكل تأكيد فإن عدد سكان جميع مناطق الأحواز سيكون أكثر من هذا العدد بالمرات، وقد يبلغ 12 مليون ونصف حسب ما ذكر الدكتور خالد مسالمة في كتابه الأرض العربية الأحوازية المحتلة. الجدير بالذكر أن دولة الاحتلال تحاول دائما إخفاء العدد الحقيقي سكان الأحواز. أعلنت حركة جيش العدل البلوشية مسؤوليتها عن العملية التي نفذت أمس في مدينة سراوان التابعة لبلوشستان المحتلة. وقالت حركة جيش العدل البلوشية في بيان نشرته على الإنترنت أن العملية نفذتها كتائب الشهيد مولوي عبد الملك ملا زادة التابعة لها، وقالت أن من ضمن القتلى ضابطا كبيرا في الحرس الثوري. من جانب آخر أعلنت الدولة الفارسية من خلال العديد من وسائل الإعلام التابعة لها عن مقتل 3 من عناصر الحرس الثوري في انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة في مدينة سروان. حركة جيش العدل في بيانها قالت إن العملية كانت على الإعدامات التي نفذتها سلطات الاحتلال الفارسي بحق الشباب البلوش والكرد والعربي مؤخرا، وطالب السلطات الاحتلال بوقف النشاط الإرهابي للحرس الثوري في سوريا، وهددت بتوسيع عملياتها فيما إذا استمر الحرس الثوري بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا المتحدث الرسمي باسم حركة جيش العدل الأستاذ عبد الرؤوف ريغي. أستاذ عبد الرؤوف السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ عبد الرؤوف، دائما حركة جيش العدل تعلن عن مسؤوليتها عن عمليات كثيرة حصلت في الأشهر الأخيرة ضد المحتل الإيراني، وآخرها بالأمس حيث نفذت حركة جيش العدل التابعة لجيش العدل نفذت عملية استهدفت ضابطا في الحرس الثوري، وأنباء وصلتني قبل قليل بأنهم أكثر من ضابط. أود منك التفاصيل. أقدم تحياتي المباركة إلى مشاهدي الكرام، وبعد كما سمعتم في الأنباء بأن هناك إشبال التوحيد والجهاد في كتيبة الشهيد عبد الملك ملا زادة التابع لجيش العدل، قاموا بعملية مباركة في منطقة سراوان كشتغان، وحصل في هذه العملية المباركة يعني نجاح كبير للمجاهدين بأنهم أهلكوا ضباطا من حرس الثوري الإيراني.
وأن هذه العملية في الحقيقة كان الإخوان المجاهدون منذ مدة في كمين أحد الرجال من قوات الهرس الثوري، وهو مهندس وضابط كبير في قوات في الهرس الثوري الإيراني، واسمه حسن البعيسي. حسن البعيسي هو ضابط كبير، وكان الإخوان في كمينه منذ مدة ونجحوا بالأمس في هذه في هلاكه، وقتلوه بعبوة ناسفة وضعوا في طريقه بكمين في طريقه، وأهرقوا سيارته وأهلكوا من في السيارة من رجال قوات الهرس السوري الإيراني. ولكن هناك شيء آخر أيضا، بأن الإخوان المجاهدون في كتيبة الشيخ زياي البارحة الساعة 10 قاموا بعملية أخرى في نفس المنطقة، في منطقة سراوان، بعملية أخرى، وقتلوا في هذه العملية 4 عناصر من قوات الهرس السوري الإيراني. وهذه العملية الأخيرة ما ذكرتم، وهذه العملية قد أصدرنا بيانا اليوم حول هذا الموضوع. يعني عملية استهداف الضابط الكبير غير العملية التي استهدفت مساء الأمس، يعني كان هناك عمليتان بالأمس في الصباح وكان في عملية أخرى في المساء. نعم، كان في السبع عملية قام الإخوان في منطقة كشتغان بعملية على قوات الهرس السوري على ضابط كبير، وهذا الخبر نشرته الحكومة الإيرانية، ولكن العملية الأخرى ما نشروه، وهو كان بالمساء الساعة 10، وقتلوا في هذه العملية إخوان المجاهدون في كتيبة الشهيد ضياء رحمه الله 4 من قوات الهرس الثوري الإيراني. هل أنتم تطالبون النظام الإيراني بشيء حتى توقفون مثل هذه العمليات؟ كما تعرف إخواني الكريم بأن الحكومة الإيرانية حكومة ظالمة غاشمة، وإنها خطوات طويل المد لإبادة أهل السنة جميعا في إيران وفي سائر أنحاء العالم. إن الحكومة الرافضية الإيرانية والله قامت بعد الثورة، بعد الثورة ثورة الخميني، قامت بجرائم وجرائم، والله نحتار كيف نبدأ ونشرح جرائم في بلوشستان والأهواز وكردستان ولا جميع السنة في إيران. وقد رأينا من قسوتهم وغلظة قلوبهم وبطشهم على أهل الإسلام ما يحير العقلاء، ولا نعرف بأن هناك حكومة إيرانية تتوقف عن جرائم في حق السنة. كما نادينا وناشدنا سنة العالم ومسلمي العالم قبل عوام، وقلنا بأن الحكومة الرافضية سوف تصدر هذه الجرائم والمظالم إلى خارج إيران، وما كان هناك أذن تسمع ما نقول. ولكن اليوم كما تعرفون وكما يعرف العالم بأن الحكومة الرافضية قامت بجرائم كما كانت تفعل في إيران، كذلك بدأت في سوريا الحبيبة بجرائم تهز القلوب، جرائم كبيرة وجرائم كثيرة، وكانت الحكومة تفعل قبل ذلك هذه الجرائم بحق السنة في إيران، من إعدام الشباب وقتل العلماء وهدم المساجد والمدارس واغتصاب النساء وكثير من الجرائم كما فعلوا. يعني بنا أنتم مستمرون وهم أستاذ عبد لا الرؤوف، يتوقف. أنتم مستمرون في المواجهة. نعم، نحن مستمرون في مواجهة في البيان ذكرتم في البيان إسقاط النظام الرافضي. في البيان ذكرتم تهديد واسع بزيادة العمليات إذا استمر الحرس الثوري بارتكاب الجرائم بحق الشعب السوري، ما علاقة يعني الشعب السوري بالبلوش وأيضا الأحواز والأكراد؟ كما تعرفون نحن مسلمون ونحن موحدون ونحن أهل التوحيد. بلوچستان
أرض التوحيد وأرض الإسلام وأرض القرآن. ليس هناك، الإيران تقول بأن بلوشستان أرض المخدرات، ولكن ليس كذلك. هناك في بلوشستان المدارس والمساجد، وهناك يدرس القرآن، وهناك بلوشستان أرض الجهاد. فالمؤمنون والمسلمون في بلوشستان موحدون، موحدون أهل التوحيد، وهم وفي قلوبهم ألم مما يجري في سورية الحبيبة. إن سورية الحبيبة كما تعرفون ألم سوريا وألمنا واحد. هم كما يرون ما رأينا وما نرى في بلوشستان. إن الحكومة الرافضية الإيرانية إن توقفت في سوريا فنستطيع إيقافه في بلوشستان إذن. إنما يجري في سوريا كذلك جارية في بلوشستان وفي حق أهل السنة. هناك حركة جيش العدل، حركة للسنة في بلوشستان أولا، لأن بلوشستان أرض الإسلام، أرض الإسلام، واحتلتها الروافض، واحتلتها السفويون، واحتلتها الحكومة الإيرانيون، الفارسيون، المجوسيون، وهذه أرض الإسلام، بلوشستان أرض الإسلام. فندافع أولا عن أرضنا، عن أرض الإسلام، عن أرض التي فتحها الصحابة والتابعين، وكذلك ندافع عن إخواننا في سورية الحبيبة، عن أخواتنا في سورية الحبيبة، عن أمهاتنا في سورية الحبيبة. أستاذ عبد الرؤوف، أنا أشكرك لاستجابتك لدعوة البرنامج للتعليق على هذه العملية التي تمت صباح الأمس وأيضا مساء الأمس. شكرا لك. كان معنا مشاهدي الكرام الأستاذ عبد الرؤوف فريقي، المتحدث الرسمي لجيش العدل البلوشي، حيث تحدث عن العملية التي حصلت صباح الأمس في سروار المحتلة، وأيضا عن العملية التي حصلت في مساء الأمس. ألقاكم بعد فاصل قصير. وعزف الرياح ووقع المطر، وقالت لي الأرض لما سألت أيا أم هل تكرهين البشر. حياكم الله مشاهدي الكرام، وأهلا وسهلا بكم. قضية الأحواز تتقدم إلى الأمام. الآن القضية البلوشية تتقدم، معها قضية الأكراد. نحن أمة مسلمة، وينبغي أن نتحد فيما ينصر الإسلام والمسلمين، ولا بد أن يعمل الإنسان على حسب طاقته وجهده فيما ينفع الإسلام والمسلمين. هذه الأحداث التي تحصل ليست تحصل لمجرد يعني مشاركة قوة عظمى أو حكومات، لا، هي نابعة من أفراد واجتهادات، ولكن الله عز وجل بارك في هذه الجهود وقد تتبنى فيما بعد. ولكن ينبغي أن نعمل وأن نعرف كيف نعمل، وما هو العمل الذي يمكن أن يخدم مثل هذه القضايا. نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم في حلقة هذا المساء، ويسعدنا أن نلتقي في هذه الليلة مع أحد الشباب الذين شاركوا وأسهموا في خدمة قضية الأحواز، وذلك عن طريق بحث تم عن قضية الأحواز وأخذ عليه الماجستير في جامعة مؤتة الأردنية، وهي جامعة معتمدة من التعليم العالي السعودي. وحقيقة نحن نفخر بمثل هذه الأعمال، ونتمنى المزيد والدراسات عن هذه القضية المنسية. يسرنا أن يكون معنا الأستاذ سلطان، الباحث في قضية الأحواز العربية والتي أخذ عليها درجة الماجستير. الأستاذ سلطان، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أخي عبد الله. الأستاذ سلطان، نحن نحييك ونبارك لك أخذك لدرجة الماجستير في قضية الأحواز. وبداية نود منك أن تحدثنا كيف كانت البداية مع هذه القضية، وكيف كانت فكرة أن يكون عنوان بحثك عن الأحواز؟ هل هو كان يعني مقدم من قبل مثلا دكتور أو هيئة من هيئة أعضاء التدريس، أو أن يعني مقترح من قبلك وتم قبول هذا المقترح؟ يا أخي الكريم، أولا أشكرك على هذه المقدمة الكريمة. الأمر الثاني، شعب الأحواز شعب
منا وفينا من أمتنا العربية أولا، وأبشرهم والله الحمد لله الأحواز ليست منسية بل بقلوبنا وفي عقولنا، وسوف نقدم لها ما يتم لنا بإذن الله. صوت يا أستاذ سلطان. نعم. الصوت بعيد، يا ليت يعني ترفع الصوت. طيب وش نشوف؟ تفضل. الصوت واضح كذا؟ نعم تفضل. يا أخوي، أخوي أولا كانت فكرة البحث عن قضية الأحواز هي كثرت بالحقيقة كثرت القضايا العربية، وكانت الفكرة أيضا منصبة على أهم هذه القضايا، فالنظرة العامة للقضايا العربية من قضايا مثلا من القضية الفلسطينية والقضية الأحوازية وقضايا أهل السنة عموما، فوجدنا أن قضية الأحواز هي أهم قضية من هذه القضايا العربية والإسلامية، باعتبار الأحواز أنها هي صمام الأمان للوطن العربي عموما. فكانت الفكرة نابعة حقيقة من فكرة شخصية، ولا أخفيك سرا أن كان في بداية البحث تعرضت إلى متاعب ومشقات وعواطف، ولله الحمد والمنة تم تجاوزها بمساعدة الدكتور المشرف على هذه الرسالة الدكتور حمود علي أبو سليم من الأردن. اي نعم من الأردن، وكان هو المشرف على الرسالة وهو الذي ذلل الصعوبات جميعها وأشاد بهذه الرسالة وعاونني عليها عونا كبيرا والله الحمد، وخرجت والله الحمد على النور. في كم صفحة خرجت؟ خرجت تقريبا حوالي 130 صفحة. نعم يعني أو 120 صفحة تقريبا. طيب يعني كان هناك موضوع مخصص في هذه القضية؟ لا للأسف لم يكن هنالك موضوع مخصص لهذه القضية، ولكنما هو اهتمام شخصي وكانت أهم عقبة. أنا أقصد في موضوع البحث، يعني هل كان عن الأحواز بشكل عام ولا هناك موضوع دقيق في هذه القضية؟ لا هو كان موضوع البحث دقيق بقضية الأحواز، يعني كدور قضية الأحواز في العلاقات الإيرانية ودول مجلس التعاون الخليجي. أيوة. لفترة زمنية ما بين 97 إلى عام 2011. نعم تقريبا. أبرز المراجع الذي أعرف بأن المراجع والكتب في هذه القضية يعني شحيحة جدا، يعني كيف توصلت إلى مراجع، كيف توصلت إلى تواصل دراسات يعني عملتها من خلال هذا البحث؟ نعم طبعا لا أخفيك سرا تواصلت مع بعض الزملاء وبعض المكتبات بالمملكة العربية السعودية وبالأردن الشقيقة، وأيضا استعنت بكتب إلكترونية وتواصلت عن طريق تويتر، وكان في مساعدة الدكاترة بالقسم جامعة موتة كان لهم دور كبير في توفير، وطبعا البحث كان يعني يشتمل على أيضا على أمور تحليلية بحتة. مثل ماذا؟ مستقبل الأحواز. مثل ماذا يعني؟ يا ريت يعني تعطينا بعض الأشياء التي تعمقت فيها في هذا البحث. طبعا أنا تعمقت في هذا البحث طبعا ما هي الأدوات السياسية الخارجية لكل من إيران ودول مجلس التعاون الخليجي في توظيفها تجاه قضية الأحواز، وهل قضية الأحواز لها دور في العلاقات في العلاقات بين 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 الطرفين طبعا بين إيران ودول مجلس التعاون، وهل هذا دور هذه القضية يكون بشكل إيجابي أم سلبي؟ معي يا أخوي عبد الله. طيب كهناك استفتاءات، كهناك دراسات، ولا يعني مجرد بحث فقط؟ مجرد لا مجرد بحث. طبعا احنا حاولنا نتواصل مع الاخوان الاحوازيين، ولكن انت عارف ان الاحواز عليهم تعتيم اعلامي شديد في دولة ايران المحتلة لهذا الاقليم العزيز على قلوبنا. تواصلت مع احد في الخارج من الاحوازيين؟ نعم تواصلنا عن طريق تويتر وعن طريق شو اسمه وعن طريق بعض الزملاء، وكان هنالك بعد في تواصل بيني وبين الزميل كان له تواصل مع متحدث إعلامي خاص بالأحواز معي. نعم. فكان يعطينا بعض المعلومات وبعض الأحوال، ولكن البحث العلمي يا أخ عبد الله يترتب علينا أمر مهم جدا، أن نكون في نظرتنا لهذه القضية نظرة محايدة، لا نكون في صف طرف على طرف آخر، يعني ما هي نحكم الحكم العادل لهذه القضية. والنظرة الحيادية التي امتلكتها من خلال هذا البحث؟ طبعا النظرة الحيادية كانت هو رأي أستاذي ومشرفي الدكتور حمود علي أبو سليم. نعم معي. وهو معي. وما هي؟ هو نظرة أنك أنت رجل طالب علم باحث معين، يجب أن تكون حياديا ولا تأخذك العاطفة
بالامور البحثيه، ولكن وجدنا ان قضيه الاحواز قضيه استراتيجيه ومهمه جدا جدا جدا، وخاصه للوطن العربي. توصلت الى قناعه انت والدكتور محمود او حمود الى ان الاحواز يعني اقليم عربي او دوله عربيه محتله؟ نعم نعم هي نعم هي دوله هي دوله تقع تحت الاحتلال الايراني من عام 1925 ميلادي. طيب عدد السكان يعني كان هناك استفتاء معين او دراسه معينه لعدد السكان في الاحواز؟ لا للاسف ولا اخذتوها عبد الله. لا يا اخ عبد الله، ببعض المعلومات الموجوده في هذا البحث هي عباره عن معلومات قديمه من عام السبعينات الى عام الثمانينات. نعم. وايضا فاحنا بنانا هذا البحث بناء على المراجع المتوفره لدينا. طيب وبالنسبه للمساحه نفس الطريقه؟ نفس الطريقه والمساحه. طبعا اعتمدنا على اخواننا الجغرافيين في جامعه مؤته وبعض الخرائط الموجوده مع في تحديد خريطه الاحواز وحدودها واين تقع وامتدادها، وتفاجانا بحقائق كثيره تثبت ان اقليم وارض وشعب الاحواز هم جزء لا يتجزا من الامه العربيه والاسلاميه. نعم. طيب نعم. الرسالة هل ستطبع قريبا؟ لا الحمد لله مطبوعة وجاهزة ولله الحمد، أنا انتهيت من طباعتها في شهر 3 ميلادي السابق. طيب أنا حقيقة أشكرك أستاذ سلطان، وبما أنك خصصت هذا البحث عن قضية الأحواز هذا يعتبر تقدم، ولا زلنا نحتاج إلى المزيد من الدراسات التفصيلية والتحليلية لهذه القضية. يا سيد عبد الله تسمح لي بس مداخلة بسيطة صبت. لكي يتم كلامي. أولا أن الأحواز هي صمام الأمان للوطن العربي، ويجب على حكام العرب جميعا الانتباه لهذا الأمر. الأمر الثاني، يجب تبني القضية على مستوى دولي وأقليمي، وأيضا يجب جمع الدراسات والبحوث والمستندات والوثائق الخاصة بالأحواز وشعب الأحواز وأرض الأحواز وتوزيعها على الجامعات العربية. الأمر الثاني، تحرير الأحواز هو هدف استراتيجي للوطن العربي، يجب استغلاله لكي نجمع أطماع وطموحات الدولة الإيرانية المحتلة. الأمر الثاني، يجب أن نجد قنوات تواصل إعلامي مع إخواننا الأحواز بأي شكل من الأشكال، نجب أن نقدم الدعم بكل السبل. الأمر الثاني والمهم، إلى أهلنا بالأحواز، أنتم اعملوا في أرضكم وسوف نعمل من خارج أرضكم وبإذن الله نلتقي. الأمر المهم، أنا أنبه على ذكر الأنساب وأعدادهم وتفرعاتهم والحفاظ عليها، وهذا وصلى الله وسلم على سيدنا. أستاذ سلطان، أخيرا لك عزيمة بأن تكمل دراستك وتحقق درجة الدكتوراه؟ بإذن الله سوف تكون طروحتي في الدكتوراه إذا الله أمن علي بالحياة، ستكون في القضية الأحوازية، وهذا أقل واجب نقدمه، ونطلب دعم الدول العربية للباحثين والدارسين في هذه القضية المهمة التي تعتبر هي مفتاح الأمن والاستقرار للوطن العربي جميعا. طبعا البحث من أراد استزادة فيه سوف أرسل لك منه نسخة إلكترونية ونسخة ورقية بإذن الله. نتمنى يعني النسخة الإلكترونية لو أرسلتها لي الليلة سأنشرها على المجموعة من الأحوازيين بإذن الله، ونتمنى أن تخبرنا بالموضوع المحدد الذي ستختاره في درجة الدكتوراه أو يختار لك، ونحن مستعدون بأن نربطك بمجموعة من الأحوازيين سواء كان من السياسيين أو الاجتماعيين أو القانونيين أو الحقوقيين، أو نربطك بمن تريد في الداخل. نحن مستعدون للتعاون معك أستاذ سلطان، وأنا أشدك من برك أن يأتينا الدعم بالمعلومات والوثائق والمراجع لأنها تنقصنا يا أخ عبد الله. شكرا أستاذ سلطان. كان معنا باحث الماجستير أستاذ سلطان العنزي، وحقق درجة الماجستير في قضية الأحواز في جامعة مؤتة، وحقيقة مثل هذه الأعمال، وإن كان البحث يعني يعتبر بشكل عام، نحن نريد أن يكون هناك بحوث عديدة في قضايا تفصيلية تهم القضية الأحوازية، ويكون هناك دراسات، ويكون هناك مسح ميداني للعديد من القضايا التي نتمنى أن يكون هناك معلومات دقيقة عنها إن شاء الله. يعني في المرات القادمة نسر بمجموعة من الشباب
الذين يعني يدرسون هذه القضية بشكل تفصيلي وبشكل دقيق. مشاهدي الكرام، معي أبو فهد، لا زال معي؟ طيب معلش أبو فهد أطلنا عليك. نأخذ الآن همسات أحوازية مع هاني مولى الأحوازي، ويتحدث عن التوثيق من الأحوازيين في الداخل. والحمد لله أصبحت اليوم قضية التوثيق قضية سهلة جدا بتواجد الانترنت عند البعض من الأحوازيين، أيضا عن طريق الواتساب. شاهدوا وصية وهمسة هاني. يوما أراد الحياة لا بد للحق أن ينتصر، لا بد للليل أن ينجلي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتطرق على موضوع مهم بالنسبة لنا نحن كشعب أحوازي محتل أرضه، وهي التوثيق. في كثير من الأمور حقيقة نحن ينقصنا التوثيق للمشاكل التي تحدث داخل الأحواز، للسياسات الفارسية اللا إنسانية التي تحدث داخل الأحواز، المنظمات الأحوازية في الخارج خاصة حينما تخاطب المجتمع الدولي، تخاطب المؤسسات الحكومية والغير حكومية والمدنية، تحتاج إلى توثيق عملها. وهذا التوثيق يعني يتطلب من أبناء شعبنا أنهم هم يقومون بهذه الأدوار، لأن لا الإنسان الأحوازي اللي يسكن في الخارج لا يستطيع أنه يعني بطريقة أو أخرى أنه يحصل على المعلومة إذا ما يكون من أبناء شعبنا هم من يتكفل هذه المسؤولية. هنالك مثلا موضوع الذي يثار هذه الأيام تجفيف الأنهر وآثاره على البيئة، وموضوع البيئة الذي طرح حتى من قبل المسؤول الأمريكي مؤخرا عن تلوث البيئة. فهذا يحتاج إلى وثائق أن ندعم بها هذا التصريح أو ندعم بها هذا الملف. فهذه يعني تتطلب جهود من خاصة شعبنا في ظل التكنولوجيا الحديثة اليوم أو الأجهزة الذكية التي منتشرة هنا وهناك. ليس من الصعب على الإنسان الأحوازي أن يوثق ما يراه من سياسة عدوانية يعني على أرض الواقع، يعني يشوفها بعينه، سواء من بناء مستوطنات، سواء من تهجير قصري، تهديم البيوت، بناء مستوطنات، يعني الفقر، الإدمان، يعني الإعدامات، إجراء لقاءات مع أسر أو عوائل الشهداء والأسرى. هذه كلها ملفات تدعم الإنسان الأحوازي أو المؤسسة الأحوازية، مؤسسة حقوق الإنسان الأحوازية في الخارج، حينما يذهب إلى مثلا أجلاس جنيف اللي هي في كل عام وباستمرار لديها جلسات تناقش فيها حقوق الإنسان في كل بلدان العالم. هذه تصبح وثائق تدعم الملف الأحوازي داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. فالمطلوب من أبناء شعبنا التوثيق. من لا يحب صعود الجبال يعش أبدا بين الحفار، فعجت بقلبي دماء الشباب. حياكم الله مجددا مشاهدي الكرام، وأهلا وسهلا بكم، ونرحب باتصالاتكم ومشاركاتكم عبر هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم الآن. أحد من يتابع القضية وهو غير مقتنع بهذه القضية ويتواصل معي عن طريق إحدى وسائل التواصل الإعلامي الجديد
يذكر يقول الآن بعد هذه السنوات هل تحررت الأحواز؟ على طوال هذه الحلقات التي تتحدث عنها ومع ذلك لم يحصل ما تتمنونه من تحرير الأحواز. فطبعا تحدث مع وتحاورت مع لم يقتنع بذلك. وعموما لو ما حصل إلى حد الآن إلا أن هناك وعي لكفى. وسنكمل بعد اتصال محسن من الأحواز. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يساعدكم. حياك الله يا محسن. أنا من مدينة الأحواز. أنعم وأكرم. حياك الله. برامج أحواز منسية. أي نعم. والله أنا عندي كم نقطة تأشر عليه إن حول كلام هذا أخوي قبل شوي كان يتكلم عني. نعم. طب. والله أنا من أقول لك 99% من أقواله غير صحيح. يعني ما أريد أن أتلفظ باللفظ الكذب. بس 99% من ما قاله غير صحيح. الأول تكلم حول الإعدامات. نحن في إيران وأنتم في السعودية عندكم إعدامات. أين هي؟ أين هي الإعدامات؟ ما عندكم في السعودية إعدامات حول المسألة؟ وين؟ وين؟ في أي مكان؟ المواد المخدرة أو أيوة الحكم بشرع الله، بقال الله وقال رسوله، وليس كعندك يعني كأسيادك الإيرانيين بقال ولي الفقيه وقال فلان. هذا افتراء منك. أبدا يعني هذه هي الحقائق وكتبكم تقول ذلك. اتصل من الأهواز ليش ما تسمع كلامي؟ يعني كل ما يقول المعارض القاعد برا صحيح. أنا أسمع كلامك. أنا سأسمع كلامك الآن يا محسن. الآن أنت أحوازي صح ولا لا؟ إيه نعم. وتفتخر بذلك؟ نعم أفتخر بذلك. وتفتخر بعروبيتك؟ نعم أفتخر بعروبيتي. وتفتخر بسيدك الفارسي؟ أنا أتكلم أجب باللغة العربية. أجب. تفتخر بسيدك الفارسي بأن يحتل أرضك ويأكل ثرواتك؟ تفتخر بذلك؟ يا أخي أنا شيعي. أجب يا بغض النظر. أنا هنا أخاطب السني والشيعي. أجب على سؤالي حتى أسمع منك. هل تفتخر بأسيادك الفارسيين الذين احتلوا أرضك وأكلوا أموالك ونهبوا ثرواتك وحولوا مسار مياهك إلى أصفهان وغيرها؟ تفتخر بذلك؟ يا أخي الآن أنا أجابك على نفس هذا السؤال. نعم. هذا السؤال. طبعًا. الآن عندنا 15 مندوب عربي في البرلمان. صحيح صح أم لا؟ كلهم خرجوا من ذلك في الأيام الماضية في الأسابيع الماضية. نعم يعني أنت لماذا خرجوا من ذلك؟ لماذا خرجوا من البرلمان؟ لسوء السياسة. طيب. أنت عندك برلمان. أنت في السعودي. يا أخي دعني من السعودية، دعني من الكويت، دعني من حكام السعودية، حكام الكويت. أنا أتحدث عنك كأحوازي. أنا هنا أفتخر بأني عربي مسلم، يحكمني عربي مسلم. أنت يعني أريد أن يحكمك عربي، خل يكون شيعي، ما المشكلة؟ يا أخي سلام عليكم. يا أخي أولا عربي فارسي تركي عجمي ما يفرق، بس لازم يكون مسلم. مسلم نعم، لكن مسلم بماذا؟ لو أنت مسلم الحاكم ما لازم عربي يستسلم. لماذا تقبل هذا لو لا؟ تقبل هذا لو لا؟ وثانيا لماذا أنت تريد تحرر بلدي وتقول أنت كنت تحرر؟ أنا أمثل لك كدول خليج، أنا أنت كسعودي. نعم. أنا أقول لك أعطوني يا شباب خلوا الاتصال. محسن دعوا الاتصال. اتصل يا محسن من جديد. محسن اتصل من جديد. طيب
نتمنى أن تتصل يا محسن من جديد. نشاهد الآن يا مشاهدي الكرام عن تقرير عن هاكرز الأحواز، متابع ذلك. تنوعت أساليب المقاومة الأحوازية وفق المعطيات والواقع الذي يعيشونه، فما بين المقاومة المسلحة إلى كتابة كلمة على صفحة تويتر أو حائط الفيسبوك، كل ذلك مقاومة لاحتلال عربد أكثر من 80 عاما. لكن مقاومة من نوع آخر ازدادت وتيرتها في الآونة الأخيرة. في العام 2009 أعلن عن انطلاقة جيوش هاكر الأحواز على يد مجموعة شباب أحوازي داخل الأحواز وخارجها، لتأخذ المقاومة الأحوازية بعدا جديدا ضد الاحتلال الفارسي. بدأ أعضاء جيوش هاكر الأحواز العمل بشكل تطوعي وبإمكانات ذاتية ومتواضعة جدا، لكنهم وبعد مرور 4 سنوات على الانطلاقة أصبحوا من الجهات التي تركت بصمتها في مسيرة النضال الأحوازي ضد الاحتلال. اتخذت المجموعة أهدافا لها تعمل على تحقيقها، وكان من أبرز تلك الأهداف أولا الحصول على معلومات سرية حول مشاريع الاحتلال الأمنية والاستعمارية وتسريبها للتنظيمات الأحوازية المقاومة. ثانيا استهداف المواقع الإلكترونية الفارسية وغير الفارسية التي تتعامل مع الاحتلال وتساعد على اضطهاد الأحوازيين. ثالثا إيصال رسائل المقاومة إلى الجهات المختلفة التابعة للاحتلال عبر بوابتها الإلكترونية المستهدفة. رابعا تقديم الاستشارة الأمنية لكل التنظيمات الأحوازية، كما يطمح جيوش هاكر الأحواز إلى تشكيل مظلة إلكترونية لتوفير أمن معلوماتي للمقاومة. منذ انطلاقتها أقدمت جيوش هاكر الأحواز على عدة أعمال ناجحة تمكنت من خلالها من تعطيل العديد من المواقع الفارسية التابعة للاحتلال، كما تسللت إلى مواقع وحسابات أخرى وحصلت على معلومات مهمة أرسلتها للجهات المهتمة في المقاومة الأحوازية. فقد سيطروا على المئات من المواقع الإلكترونية التابعة للاحتلال الفارسي، فمنها مواقع تابعة للشركات الاستيطانية الفارسية في الأحواز كموقع إيليا نيوز التابع للمستوطنين اللر، ومواقع عدة تابعة للبسيج والحرس الثوري في الأحواز المحتلة وخارجها، كما هكروا مواقع تابعة لمصانع الفولاذ في الأحواز ومواقع شركتي تور وتورزان النفطيتان وموقع دائرة شؤون الصناعة في طهران وموقع بلدية طهران. استهدفوا أيضا عدة مواقع تابعة لمؤسسات طائفية مختصة بنشر الفتنة بين العرب والمسلمين، من بينها موقع لحسينيات همدان التابع لأستان قدس رضوي أحد أكبر ممولي المشاريع الطائفية في المنطقة. وفي آخر عمل لجيوش هاكر الأحواز قاموا بضرب موقع قناة الأهواز الطائفية ردا على تصريحات مندوب المرشد في الأحواز المحتلة موسوي جزائري المستفزة ضد القنوات الإسلامية المهتمة بالقضية الأحوازية. أبو ريسان الأحوازي المتحدث باسم جيوش هاكر الأحواز أكد على عمل جيوش هاكر الأحواز الدؤوب من أجل ملء فراغ المقاومة من الناحية الإلكترونية، وشدد على ضرورة المقاومة بكافة أشكالها الميدانية والسياسية والإعلامية بالإضافة إلى المقاومة الإلكترونية. تطمح جيوش هاكر الأحواز
إلى تأسيس جيش إلكتروني أحوازي متكامل بسبب أهمية الحرب الإلكترونية المتصاعدة في الصراعات الإقليمية والعالمية. وبهذا تكون المقاومة الأحوازية قد دخلت معتركا جديدا مع الاحتلال على الفضاء الإلكتروني. حياكم الله مشاهدي الكرام وأهلا وسهلا بكم، معي أبو فهد من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام، كيف الحال؟ عشرك طيب. حياك الله أبو فهد، أهلا وسهلا بك. بالنسبة لأمرك، لا لا، أول شيء نشكركم يا قناة وصال، نشكركم والله صراحة، عملتوا خير للإسلام والمسلمين، بارك الله فيكم. شكر الله لك. وجزاكم الله خير. وإياك الله يحفظك. أما بالنسبة لأمرك، في حاجة أنا مستغرب، ليش الفلس الآن يحولون المياه إلى الأحواز، يحولون ويجففون الأراضي الأحوازية؟ ليش يا أخي جامعة الدول العربية ما ترفع القضية هذه للأمم المتحدة أو لمنظمة العالم الإسلامي؟ هذه جرائم، هذه كبيرة، هذه كيف يجففون أراضي المسلمين المساكين ويودون ديار الفرس؟ هذه واحدة. الحاجة الثانية، هذه فرصة الشعوب اللي تحتاج تريد التحرر من الفرس. الفرس الآن يرسلون الأموال بعيد عن منطقة إيران، بعيد للمد الشيعي، وتركوا الشعوب الإيرانية جائعة. الآن فرصة الشعوب اللي تبع للاستقلال وفرصة الدول الخليج أن تساعدهم، لأن الآن إيران مزعجة الدول الخليج، يعني لهم حق أن يعملون بالمثل، يعني مفروض يساعدون الدول هذه الشعوب اللي تحتاج تحرر، مثل الأحواز، مثل البلوش، مثل الكرد، يعني يعملون بمثل، لأن طال عمرك ما عاد يستفيدون الشعوب، ما عاد يستفيدون من إيران. إيران الآن صارت الاهتمام بالشعوب، راحت بعيد، ليس همهم الشعوب يا أبو فهد. الآن مسألة التهجير ومسألة الاستيطان خير شاهد لهذا هذه الوسيلة التي تبناها النظام الإيراني على أهلنا في الأحواز وغيرهم من الشعوب غير الفارسية. فقضية مجرى التحريف، مجرى الأنهر، هذا يعتبر شيء وارد وشيء ممنهج. الشكوى إلى الله. يبدو أنك تسمعني من التلفاز. أنا أشكرك يا أبو فهد على اتصالك. مع اتصال آخر، أبو صالح من السعودية. أبو صالح، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي الكريم، جزاكم الله خير ورحم الله والديكم وأثابكم الله وإياك، بارك الله على ما تقومون به في خدمة الإسلام والمسلمين، بارك الله فيك. بخصوص الأخ اللي أول الشيعة المحسن اللي اتصل، نعم، يقول إنه غضبين، قل له يا أخي أنت شيعي وشفت الأنفة والعزة والإباء اللي عند الحسين قبل أسبوعين، تمحين ما رضي يخضع لعبيد الله بن زياد، فكيف تخضع أنت للفرس؟ ولا كان يرضي يخضع ليزيد، ما يرضى، ويزيد قرشي ولم يرضى. النعمان بن المنذر ملك الملوك كسرى أراد أن يزوج بناته وأراد أن يأخذ بنت النعمان، فأرسل للنعمان ملك الملوك وهذا عربي لم يرضى زواج بناته من كسرى ورفض، فأرسل إليه كسرى وأخذه وقتلوه تحت الأفيال، ووضع بناته عند هاني بن مسعود الشيباني أمانة، ولم يرضى ولم يرضخ يسلمهم إلى كسرى، وجمع العرب لأول مرة يجتمعوا في معركة ذي قار وهزموا الفرس لأول مرة. هذا العرض وهذا الإباء. أما الآن أرخصوهم في المتعة وأرخصوهم بالشيعة، حتى أن دينهم بدلوا أكثر الأحوازيين دينهم بالسيف وبالقوة، نسأل الله لهم الهداية. بارك الله فيك يا أبا صالح على هذه المشاركة الثمينة الجميلة، وهي رد واضح صريح ومختصر على المتصل من محسن. شكرا لك، أتمنى محسن أن يتصل بعد قليل، أتمنى. القضية الأحوازية هي قضية شائكة، وهناك خلافات كثيرة حتى من ناحية الأحوازين أنفسهم، ولكن هناك قضايا أساسية في الغالب يجتمع عليها الكثير من الأحوازي. ولكن نتمنى من أي أحوازي حر أن
يتحدث عن قضيته بكل أريحية وبعيدا عن الضغوطات السياسية الموجودة. أنت إنسان عربي، أنت إنسان تتحدث العربية، أرضك أرض خيرات وأرض نفطية وأرض مباركة، ينبغي أن تتحرر من هذه الضغوطات التي تفرض عليك أو هذا الاحتلال الفكري والعقدي الذي مورس عليك من خلال 90 عام. لابد أن تبحث عن الحقيقة. لا أقول أن تقر بأن الأحواز محتلة وأن تقر الآن بأن عقيدتك هي عقيدة فاسدة، لا، لكن أتمنى منك أن تبحث عن الحقيقة وتظل تسير على طريق البحث عن الحقيقة. فسلمان الفارسي بحث عن الحقيقة ووجدها، فلا تكن أنت ممن يعني لا يرضى تماما أن يبحث عن الحقيقة، لكن مجرد شيء تعلمه يريد أن يمريه، أو تبع مخابرات يعني حكومية يريد أن يفرض أجندته ويشارك ويؤدي عمل معين حتى يعني يقول أنا أديت. معي أبو محمد من بلوشستان المحتلة. أبو محمد السلام عليكم. الله أخي عبد الله، كيف الحال؟ حياك الله يا أبو محمد. من أخي عبد الله، أريد أبشركم في أثناء حديث الأستاذ عبد الرؤوف ريقي، نعم، حصلت عملية أخرى ثالثة، قام جيش العدل بتفجير سيارة تابعة للمخابرات الإيرانية. متى هذا؟ قبل ساعتين. نسأل الله أن يبارك فيكم. يعني غريبة، الأستاذ عبد الرؤوف والمتحدث الرسمي لجيش العدل لم يخبرنا بذلك، ولكن عموما هي بشرى خير وسنتثبت إن شاء الله. أشكرك يا أبا محمد، أشكرك. طبعا الأخبار مثل هذه الأخبار ومثل هذه العمليات دائما نطرحها، لكن تكون موثقة وموثوقة، وأيضا نتواصل مع المتحدث الرسمي لأي جهة تعمل حتى يكون هناك يعني مصداقية أكثر. وأبو محمد نقل لنا هذا الخبر، ولو كان يعني أتمنى من الشباب في الكنترول أن يتواصلوا مع المتحدث الرسمي لجيش العدل الأستاذ عبد الرؤوف ريقي، ويعني يتواصلوا معه، هل بالفعل حدث هذا الأمر؟ إذا بالفعل حدث نتمنى أن يتواصل معنا الآن. طيب محسن السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. محسن تتحدث مع نسف انقطع الخط. طيب أنت تتحدث من الأحواز ولا من لندن؟ لا من الأحواز، الرقم طه عندكم ورقم إيراني. نعم طيب تفضل، تفضل بما لديك، انقطع الاتصال تفضل. أنا أتمنى أتمنى يا محسن، شو أبو محسن، سأتحدث معك وأتحاور معك، لكن لا أسبك ولا تسب، لا أسب دينك لا تسب ديني، لا أسب يعني أصلك لا تسب أصلي، حوار بسيط حتى نصل إلى الحقيقة، متفقين على ذلك؟ إن شاء الله. طيب إن شاء الله. استعنى بالله يا محسن، يا محسن، يا محسن الآن عندك سؤال وأنا أتكلم. نعم عندك سؤال خاص وأنا أتكلم. طيب تفضل محسن. الآن تقول بأنك راضي بأن يكون يعني من أسيادك الفرس، وأنت راضي بمعتقدهم، وأنت راضي بأن الأحواز تعتبر جزء من إيران. طيب الآن هل تريد أن تتوصل معي إلى حل لإخوتك وأبنائك وأهلك وأحفادك وأجدادك الذين دخلوا إلى المدارس ومباشرة تعلموا اللغة الفارسية وليس هناك لغة عربية؟ أنتم عرب، لماذا يعني لا تتوصل معهم إلى حل من أجل أن يدرسوهم اللغة العربية؟ لماذا يدرسون اللغة الفارسية فقط؟ ليش؟ أولا حول اللغة العربية، اللغة الوحيدة اللي من مقطع الثانوي يدرس في إيران مع الفارسي هو اللغة العربية، ما عندنا أي لغة غير اللغة العربية. غير صحيح. والإنجليزي تدرس مع اللسان العربي مع اللسان الفارسي في إيران. غير صحيح، غير صحيح. أنا أسألك سؤال. غير صحيح يا محسن، غير صحيح، غير صحيح محسن. ليس هناك لغة عربية تدرس في المرحلة الثانوية أبدا. وإذا كان هناك، وإذا سلمت لك بأن هناك
لغة عربية تدرس في المرحلة الثانوية، كيف أدرس في المرحلة الثانوية لغة عربية وأنا ما عرفتها منذ الصغر؟ كيف؟ أنت أدخل أولاً، هي إيران لها 17 قومية، لازم توحد الكلام. يعني ما يصير أنا أروح لطهران ما أعرف لغة العربية، أو تركي يجي لطهران عنده عمل عنده شغل، لا بأس، لازم كلام واحد. وهاي الأقوام الأخرى الدولة. أستاذ محسن، الأقوام الأخرى يدرسون اللغات لغات كثيرة، لكن أول حاجة يدرسونها لغتهم الأم في كل مكان، يدرس لغتها الأم ثم بعد ذلك يدرس اللغات الأخرى. يا أخي خلينا أجاوبك، هاي وظيفة الأم في البيت تدرس ابنها وأولادها عربية. الأم جاهلة، الأم جاهلة لم تتعلم العربية، كيف تدرسهم؟ جاهلة؟ أنا كيف أكلمك؟ أنت ما يقارب 30 سنة عمرك، كيف أكلمك؟ يعني أنا أكلمك هندي؟ كيف أمك كيف تعلمك حرف الألف وحرف الباء وحرف التاء؟ كيف تعلمك أمك؟ أنا أمي وأبوي عربيين. كيف يكتبون عربية؟ كيف يتكلمون عربية؟ كيف يكتبون العربية؟ يعلمونك حرف الألف وحرف الباء وحرف التاء، الأحرف الهجائية العربية. إيه نعم. كيف يكتبونها؟ الآن أنا أخي المحترم، الآن أنا في مواقع الاجتماعي مثل فيسبوك كاتبك عربي، الحكومة الإيرانية تخنقني؟ لا. أنت تكلمت حول أنا راضي من الوضع أم لا؟ أنا أسألك سؤال، أنت جيب لي أصبر، أجبني حتى أجيبك. ليش أنت الآن مقتنع بأن اللغة الفارسية هي لابد أن تكون هي اللغة الأم داخل أرض الأحواز؟ 10 مليون عربي أحوازي، ليسوا 10 مليون، 5 مليون، مليون أحوازي لا يدرسون اللغة العربية. نعم أجابك، كون منصف أخي، أنت هذا 10 مليون، لا أقول 5 مليون، 5 مليون فارسيين موجودين في السعودية، أنت تقير اللسان العربي مع السعودية؟ يا عزيزي، لو كان هناك قوميات موجودة عندنا هنا في السعودية، عندنا مدارس اسمها المدارس العالمية، تعلمهم بلغاتهم. يا أخي خلينا نجاوبك، عندهم بلغاتهم يا أستاذي، عندهم بلغاتهم، يدرسون بلغاتهم. لكن أنا سأجيبك، لكن أود أن تجيبني أنت أولا. يعني أنت الآن ضد قضيتك، ضد أهلك. فرد شيء بديهي يا أخي، فرد شيء بديهي، يعني أنت سؤالك بديهي. أنت حط حكام السعودية، دعنا من حكام السعودية الآن، أنا أريد أن تجيب على سؤالي، وبعدها أنا أجيبك على سؤالك وأجيب عن أي شيء هنا في بلدي، بالرغم أنه ليس من المفروض أن أجيبك على شيء، لأنني هنا أنا أسأل فقط. أنت اسمعني، حاكم في إيران، كيف تعمل؟ اسمعني يا محسن، لا تشتتني ولا تشتت المشاهد، ولا تظهر في مظهر ضعيف أمام إخوتك الأحوازية. الآن أنت أحرجت من كان معك في هذه الفكرة، لأنك يعني ظهرت بضعف. الآن أنت ليش راضي؟ أنا جابك من جهة ثانية، طيب تفضل. في دين الإسلام، الإسلام لسانه عربي. نعم. في الصلاة لازم كنت تتكلم، يعني تقرأ سورة الحمد في باللغة العربية. لماذا نحن نجبر هذا الإنجليزي أو هذا الصيني يتكلم في اللغة العربية في الصلاة أو في القرآن؟ أنت غاضب من ذلك؟ أنت عربي؟ لا أنا ما أنا غاضب. أنت عربي؟ أنا أقول لك مثال. أجبني. لازم الوحدة الملك. ألا صرت مسلم لازم تتعلم لغة العربية. من قال لك ذلك؟ لو كنت إيراني لازم تتعلم لغة الفارسية. أبداً. هذا ليس صحيح تماماً. الحكومة المركزية فارسية يا أخي. ليس صحيح ما تحدثت به. ليس صحيحاً. أبداً. وحديثك خطأ، وأنت استدليت بدليل بعيد عن الحقيقة. ولكن أنت الآن، أنا أريد أن أكرر السؤال مرة ثالثة، هل أنت عربي؟ شلون كيف ما فهمت السؤال؟ هل أنت عربي؟ نعم أنا عربي، أم عربية، أبوي عربي، وأفتخر بذلك، وشيعي. نعم طيب، أنعم وأكرم بك وبعروبتك، ولكن إذا أنت بالفعل لديك العروبة ولديك الغيرة على عروبتك وعلى قضيتك، فلا بد أن تدافع عنها.
لا أنا أن لا أن تخضع. أنا عربي قيور خوش. ألا شوف ظلم بالسعودية. ليش أنت غيور على يعني قضية الظلم في السعودية، ولا أنت غيور على الظلم الذي يحصل في الأحواز؟ لا ما هو قل. طيب يا محسن أنا أتمنى أن تكون هادئ وأن تتحدث معي بعقلانية، والمجال مفتوح لك حتى نصل إلى الحقيقة. أنت إلى حد الآن ظهرت أتمنى أن تحضر كلامك ثم بعد ذلك تتحدث. أنت الآن أثبتت بأنك أحوازي وبأنك عربي، ولا ترضى تماما أن يدرس اللغة العربية داخل أرض الأحواز وفي المدارس الأحوازية. هذا هو سؤال، وأتمنى أن يجيب عليه كل مشاهد وخصوصا من الأحوازيين المجتمعين الآن في ديوانياتهم وفي مجالسهم، وأمسيهم بالخير، وأرجو أن يتدارسوا هذا الأمر وهذه العقلية التي وصلت إلى أن تقول ليس شرط أن يدرس اللغة العربية في مدارس الأحواز. لازال معي محسن؟ طيب تفضل يا محسن. أخي أنا جاوبتك كم مرة، نفرض تدرس اللغة العربية، نعم؟ نعم. طيب نفرض من باشر. لا 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 تفرض، لا تفرض، أريد أن أتساعد أنا وأنت لفرضها. نعم هسه باشر احنا فرضيناها درسوا اللغة العربية، نعم؟ نعم الجميع في الأحواز والجميع اتعلموا اللغة العربية. لا لا غير يا أخي الآن الأحوازيون الذين أخاطبهم في الخارج لا يعرفون يكتبون العربية تماما، تعلموا بأنفسهم. لا هاي ضعف شخصي. لا ليس ضعف كم نفر يا أخي، كيف يتعلمون؟ كم نفر أنت؟ كم نفر؟ أنا قريت فارسي، أنا قريت في مدارس فارسي، خلنا كاتبك باللغة العربية، ما عندي أي إشكال. يا أخي أنا ما علي لو أنت مثلا موالي النظام ودرست اللغة العربية في طهران من أجل أجندة خاصة، لكن أتكلم عن 10 ملايين. لا 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 تهين شخصيتي يا أخي، أنا ما أهنتك. ما أهنتك يا أخي، ما أهنتك. يعني غالب من يتواصلون معي عبر الفيسبوك أعرف بأنهم متواصلين يقولون بأننا ندرس العربية في طهران، كيف عرفوا يكتبون؟ نعم أكو 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 ناس جامعات كبار في طهران يدرس فيها اللغة العربية. يدرسون من؟ حتى الدكتورة. نعم وهذا من فخر لي أنا في طهران. تخصصات معينة بس فقط لأشخاص معينين، لكن عندي 10 مليون أحوازي ما تعلموا ولا حرف من الأحرف العربية. ليش يا عربي؟ ليش يا محسن العربي؟ ليش يا محسن الأحوازي؟ عشر جامعات يدرسن لغة العربية بأي شخص مو فقط عربي. لا غير صحيح، يجي داخل طهران يريد يتعلم لغة العربية موجودات جامعة حتى الدكتورة. طيب أنت واثق ما تقول؟ ما عندنا أي شيء. أنا لهجتي مشخصة بأن أنا أهوازي. الفارسي كل ما يسعي يتكلم في اللغة العربية ما يستطيع مثلي يتكلم، لأن أنا شعبي وبعض أخواني الآن يسمعون صوتي يعرفوني كاملا، لأن أنا معروف. جيد اسمي من أصلي محسن، والآن أنا قاعد في مدينة الهواس في منطقة خشايار. أنت تتحدث بكل قوة لأنك مدعوم، لكن الآن أنت واحد فرد لأول مرة خلال 3 سنوات يتحدث معي واحد بثقة. ليش؟ لأنك مدعوم ولا تخاف من الحكومة، لكن أغلب الأحوازيين يخافون. وإذا أنت جاد في حديثك أتمنى أن تتواصل معي في حلقة الخميس القادم، وأجعلك تتواصل مع شخص أحوازي معك من الداخل وتتحدثون مع بعض. موافق؟ إن شاء الله. موافق؟ إن شاء الله. أنا أعطيكم رقم لأن ما عندي رصيد. طيب لا عندك رصيد. أشكرك يا محسن، وأشكر اتصالك وحوارك، ولكن كما ذكرت قبل قليل أتمنى يكون هذا الحديث الذي حصل من فرد أحوازي هو حديث المجالس في هذا المساء، ويجد الحلول لا مجرد السخرية ولا مجرد الانتقاد، لا يجد الحلول بأن هناك عقليات تشبعت بالفكر والمعتقد والعقلية الفارسية.
ألقاكم إن شاء الله في مساء الأحد القادم، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد للحق أن ينتصر، ولا بد للليل أن ينتصر.